الطريقة التقليدية لزراعة جهاز بطارية بيس ميكر للقلب هي تتوجب جراحة، عملية جراحية. عادة المريض بيحتاج لزراعة بالناحية الكتف الأيمن أو الأول الأيسر، بيحتاج لشق جراحي بعدين تنعمل مثل جيبة كتف الأيمن أو الأيسر، وبعدين تتطلب زراعة سلك كهرباء بفوت بجوات الوريد، من الوريد بفوت على الأذين الأيمن، بعدين البطين الأيمن، بعدين بيعلق بالبطين الأيمن، بيجي على السلك بيكون معلق بالبطارية له فتحة، والبطارية تنحط بجيبة يا من ميلة الكتف الأيسر أو الأيمن. هذه الطريقة التقليدية اللي كيف نزرع جهاز بطارية. هلأ في تقنية جديدة اللي عملناها لأول مرة بلبنان، اللي هي زراعة بطارية منظمة دقات القلب بيس ميكر من دون جراحة، ومستغني عن جراحة نعمل جيبة نحط فيها الجهاز، ومستغني عن السلك اللي يفوت بالوريد وينحط بالقلب. كيف بنعملها هالطريقة؟ طريقة بنعملها من خلال الفخذ، بنحط القسطرة، بنحط الجهاز بفوت فيه من الفخذ على القلب، وبنحط بعد ما نفوت من القلب نطلع من الأذين الأيمن، بعدين البطين الأيمن، بعدين بنعلقه للجهاز بالبطين الأيمن. نتأكد منيح إنه المحل اللي علقان فيه ثابت والإشارات الكهربائية كمان سليمة، ساعتها منشيل الشيث أو القسطر اللي حطيناه بالفخذ، وبضل فيه هالجهاز. سو الحسنات فيني أقسمهم لشقين. أول شيء نستغني عن الجراحة، يعني ما في شق، ما في عملية اللي عندها ساعات مضاعفات من التهابات، انفكشن، نزيف، كل الأشياء. ما في جراحة، ما في عمش عامل شق. نمبر 1. الشغلة الثانية، الشريط سلك يلي بفوت بيعطي إشارات كهربائية للقلب، معقول يعني مضاعفات مع الوقت، يعني معقول يصير لا سمح الله في ينكسر، يصير في فراكتشر. هل أغلب المرضى يلي بيجوا عنا بضعف بكهربة القلب بيكونوا كبار بالسن، يعني مع التقدم بالسن بيصير في تليفات وضعف بكهربة القلب، بقى بيستوجبوا لمساعدة كهربائية. بس ساعات كتير كمان بنشوف عمر الشباب المراهقين كمان عندهم ضعف بكهربة القلب وغياب عن الوعي، وإذا في توقف بكهربة القلب يعني برهنا إنه في عنا مثل بوزز أو شيء، ساعات بحاجة إلى هالجهاز. أنا كل الأمور مراهقة للشباب وللكبار بالسن. هلأ نحن عنا هالتقنية صارت موجودة صارت اللي بتحكيت أول مرة بلبنان، موجودة عنا بالمركز الطبي بالجامعة في بيروت، وموجودة هلأ كمان للمرضى.